سبب تخصيص اللونين الأبيض والأسود لأغلب سيارات الشرطة. هيا اعترف بالأمر، عندما تسمع صوت صفارات الشرطة بالقرب منك فإنك تتوقع رؤية سيارة سيدان مطلية بألوان معينة تمر سريعاً أمامك. لكن هل تساءلت يوماً عن سبب صبغ سيارات الشرطة بتلك الألوان المعينة؟ في الواقع هناك الكثير من الأسباب لذلك في كل دولة. لنأخذ أمريكا وكندا على سبيل المثال. عندما ظهرت أولى سيارات الشرطة في أمريكا الشمالية في أوائل القرن العشرين، كانت معظم السيارات مصبوغة باللون الأسود، ولم تكن سيارات الشرطة مستثناة من ذلك. ويوجد حتى اقتباس ساخر من هنري فورد نفسه يقول فيه: يمكنك الحصول على أي لون تريده طالما أنه أسود. ولم يستحدث طلاء السيارات بألوان أخرى إلا في ثلاثينات القرن الماضي تقريباً، إلى جانب أضواء الدورية الحمراء على سطح السيارة. وعندما أصبح طلاء السيارات شائعاً، اعتقدت معظم السلطات في أنحاء أمريكا أنه من الحكمة جعل سيارات الشرطة سهلة التمييز للعامة، ولذلك أعدوا مجموعة ألوان مميزة وغير مكلفة للميزانية، الأبيض والأسود. وفي العادة كان يطلى الجزء الأمامي والخلفي للسيارة باللون الأسود، في حين كانت الأبواب والسقف باللون الأبيض، مع كتابة كلمة الشرطة باللون الأسود على البابين. نعم، لا تزال معظم سيارات الشرطة تبدو بهذا الشكل في الوقت الحالي في العديد من الولايات الأمريكية. أثبت هذا التصميم باللونين الأبيض والأسود فعاليته، فقد ميز الناس سيارات الشرطة على الفور، كما أنه لم يكن من الصعب طلاؤها بلون آخر في حال أعطيت لمحقق أو شرطي متخفي. لكن مع ظهور شارات الفينيل، أصبح من السهل للغاية طلاء السيارة بأي لون ترغب به. ومن ذلك المنطلق غيرت العديد من المدن والمقاطعات وحتى ولايات كاملة ألوانها التقليدية إلى ألوان أخرى صارخة. لكن بعد فترة عاد معظمها إلى الألوان المعتدلة الرسمية. كان التفسير الأكثر شيوعاً أن مجموعة الألوان الموحدة تلهم الثقة في القانون ومصداقيته. لكن أياً كان السبب، فإن سيارات الشرطة الحديثة في المدن الأمريكية تحتوي على ثلاثة ألوان مميزة: الأسود والأبيض والأزرق والرمادي في بعض الأحيان. أما بالنسبة للشرطة الأوروبية فقد سلكت مساراً مختلفاً قليلاً. في البداية كانت معظم سيارات الشرطة في أوروبا وبريطانيا بيضاء اللون مع علامات مميزة عليها باللون الأسود أو الأزرق أو الأحمر. خذ على سبيل المثال سيارة شرطة المرور البريطانية والتي سميت شطيرة المربى بسبب هيكلها الأبيض مع شريط أحمر عريض يمر عبر وسطها. وتماماً مثل الأسود، فقد اختير الأبيض لسببين: كان رخيصاً وسهل التعديل عند الضرورة. لكن في التسعينات ظهرت الثورة، علامات باتنبرغ. تطوير هذا النمط المميز في بريطانيا، وبالمناسبة سمي على اسم كعكة، وأصبح هذا النمط المميز موحداً لسيارات الشرطة البريطانية والأسترالية والعديد من سيارات الشرطة الأوروبية. ولا يقتصر على سيارات الشرطة فحسب، بل جميع سيارات خدمات الطوارئ في هذه الدول. تبدو هذه العلامات كمربعات متناوبة بلونين مختلفين، وتشبه نوعاً ما لوحة الشطرنج، وتستخدم كل دولة مجموعة ألوان خاصة بها، لكن لدى معظمها نقطة واحدة مشتركة، لون واحد على الأقل من مجموعة الألوان فوسفوري، وفي الغالب يكون اللون الأصفر. سبب هذا التغيير الجذري في التصميم بسيط للغاية، لجعل سيارات خدمات الطوارئ مرئية بدرجة كبيرة. تخيل شارعاً مزدحماً في مدينة كبيرة، ازدحام مروري، وأبواق سيارات تدوي في كل مكان، ومحركات سيارات تزمهر، وغيرها. ثم فجأة تدوي صفارات مركبة خدمات طوارئ، لكن يبدو أن الصوت قادم من جميع الاتجاهات في آن واحد. وتكمن المشكلة في وجود الكثير من المباني الشاهقة في المدينة، مما يجعل الأصوات العالية مثل صفارات الإنذار تنطلق وتنعكس من كل تلك الأسطح المسطحة. هل سبق أن واجهت مثل هذا الموقف؟ أخبرني في التعليقات أدنى. على أي حال، نتيجة لذلك لا يمكنك معرفة الجهة التي يأتي منها الصوت، وهنا يأتي دور الألوان الزاهية لعلامات باتنبرغ. لا يسمح بهذه الألوان سوى على سيارات خدمات الطوارئ،
مما يجعل هذه المركبات مميزة على الفور حتى في الازدحامات المرورية. وهكذا أنت في منتصف الطريق مع مئات السيارات الأخرى تسمع ذلك الدوي المميز، وترى سيارة شرطة تضيء أنوارها الدوارة. تحظى علامات باتنبرغ بشعبية كبيرة حول العالم، لكن لا تزال هناك الكثير من الدول التي تستخدم ألوانها الخاصة لتمييز سيارات الشرطة عن غيرها من المركبات على الطرق. على سبيل المثال، في جمهورية التشيك تحتوي معظم سيارات الشرطة على إشارات مخططة تمتد على طول الجزء السفلي من جانب السيارة، وتتألف الخطوط من لونين أيضاً وتؤدي نفس المهمة، تسهيل تمييز السيارة على الفور. ومع ذلك هناك نقطة صغيرة تميز سيارات الشرطة التشيكية عن غيرها، موقع الخطوط منخفض للغاية حتى يعكس أشعة الضوء الأمامي بشكل أفضل. ورغم أن علامات باتنبرغ في الدول الأخرى توضع في الجزء الأوسط من السيارة، لكنها لا تضيء أحياناً بما يكفي لجعلك تميز سيارة خدمات الطوارئ على الفور. لكن عندما توضع الخطوط العاكسة للضوء في الجزء السفلي من السيارة، فإنها تحصل دائماً على ما يكفي من الضوء لرؤيتها. لكن على الأرجح أن سيارات الشرطة الأكثر وضوحاً موجودة في دبي، فسلك الشرطة في هذه المدينة الغنية يمتلك على الأرجح أغلى مجموعة مركبات في العالم. فإلى جانب سيارات الشرطة المعتادة، اشترت حكومة دبي سيارات رياضية فاخرة تمتاز بأنها أسرع وأقوى من جميع المركبات الأخرى على الطريق. وبالطبع فإنها تحتوي على علامات شرطة مميزة، لكن هذه الخطوة الفاخرة لها غرض إضافي، العلاقات العامة. تحاول دبي تقديم صورة لها كأغنى وأفخم مدينة في العالم، وتجول ضباط الشرطة في سيارات لامبورغيني وفيراري يضيف الكثير لهذه الصورة. حسناً، هناك أسباب منطقية وراء ألوان سيارات خدمات الطوارئ، لكن هل تعلم أنه توجد فروق أخرى أكثر دقة تميز سيارات الشرطة عن السيارات العادية؟ أحد هذه الفروق هو أن سيارات الشرطة أقوى بشكل عام من السيارات المتاحة للعامة. في جميع أنحاء العالم تضع الحكومات طلبات خاصة لسيارات الشرطة فيها، قد تبدو متشابهة من الخارج، حسناً بصرف النظر عن الألوان بالتأكيد، لكن ما بداخل سيارة الشرطة وتحت غطاء محركها مختلف كثيراً. في الغالب لا تكون سيارات الشرطة أسرع من السيارات العادية، لكن لتحمل جميع المعدات التي قد يحتاجها ضابط الشرطة أثناء الخدمة تتطلب السيارة المزيد من قدرة الحصان. بالإضافة إلى ذلك، إن أخذنا أمريكا كمثال، فإن شركات تصنيع السيارات الأمريكية الكبرى لديها مجموعة سيارات شرطة خاصة، ويعني هذا أنها تصنع سيارات مصممة خصيصاً لأغراض جهاز الشرطة، وقد تكون مختلفة. على سبيل المثال، هناك سيارات مصممة للمطاردة بهيكل معدل ومزودة بإطارات أفضل للمطاردة بفعالية أكثر، وأثناء المطاردة تضطر السيارات في الغالب إلى أخذ منعطفات حادة وتجاوز حدود السرعة، لذلك فإن هذه التعديلات الإضافية تساعد الشرطة على القيادة بسرعة وكفاءة، كما أنها تساعد على الحصول على نظام تعليق أفضل للقفز على الرصيف عند الضرورة. وتشمل الميزات الأخرى لسيارة الشرطة النموذجية قوة ومتانة في كل شيء تقريباً، لا يهم إن كانت سيارة دورية أو سيارة اعتراضية، فلدى ضباط الشرطة الكثير من العدة لحملها معهم، لذلك إن كانت السيارة تمتلك خصائص عادية فقد لا تتمكن من القيادة بسرعة تتجاوز حداً معيناً. لهذا السبب في الغالب تتزود سيارات الشرطة ببطاريات أثقل وأقوى، بالإضافة إلى نوابض لتحمل كل ذلك الوزن داخلها. أما من ناحية الأداء، فإن مثل هذه التحسينات لا تميز سيارات الشرطة بشكل كبير، مجرد أنها تجعلها قادرة على إنجاز عملها. وفي العديد من الحالات، تتفوق السيارات العادية على سيارات الشرطة من كل ناحية. لكن هناك ميزة واحدة تمتلكها الشرطة تجعل أغلب عمليات المطاردة ناجحة، التواصل. فعندما تتجاوز سيارة ضابطاً في دورية، فإنه لا يطاردها على الفور، بل يبلغ مركز الشرطة عنها، ثم يقوم الضابط بتشغيل صفارات الإنذار والبقاء على الراديو للإبلاغ عن تحركات السيارة. قد تكون سيارة الشرطة أبطأ من السيارة الجانحة في الغالب،
لكن في وقت قصير سيتوجب على السائق الهاربي التعامل مع جيش صغير من ضباط شرطة يحاصرونه من جميع الجهات. وهذه الميزة الوحيدة لسيارات الشرطة. حسناً، إن لم تكن في دبي بالطبع. أما بالنسبة لسيارات شرطة دبي فإنها قرار مكلف للغاية، لكن كما تساءل هاملت في مسرحية شكسبير ذات مرة، دبي أو لا دبي؟ هذا هو السؤال. وفي الختام، إن كنت قد تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق. وإليك بعض مقاطع الفيديو الأخرى التي ستحوز على إعجابك. قم بمجرد النقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن، وتذكر ابقى على الجانب المشرق من الحياة.